اسمعكم. اللهم يا من اختارنا من قبل انشاء العالم لنكون قديسين وبغير عيب امامه بالمحبه، ودعانا لنكون مشابهين صوره به، هبنا ان نفهم على ضوء معنى الالم في حياتنا، فنحمل في نفوسنا واجسادنا سمات الصليب فرحا لنتم في ذواتنا ما ينقص من آلام التوحيد، ونكون شاكرين بصورته في الآلام، لنصير شاكرين له غير مطمئن، ونكفينا معه بالزمان العقيد أما إذا الخطيئة، لننهض معه متشددين بالقيام والنعمة، لأنك yeah.